أبلغت دولة الاحتلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو رسميا بانسحابها منها. وقالت مديرة المنظمة أودريه أوزلاي إنها قد تسلمت الإشعار الرسمي من حكومة الاحتلال والمتعلق بانسحابها من المنظمة بدءا من 31 من ديسمبر عام 2018، مبدية أسفها تجاه هذا القرار. يذكر أن هذه الخطوة من جانب حكومة الاحتلال جاءت في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة الدولية متهمة اليونسكو بالانحياز للفلسطينيين.